نبتدي جولتنا بأخبار رئاسة الجمهورية، حيث توجه أمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة يلتقي خلالها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون وتنسيق على جميع الأصعدة. دكتور طارق، أنا عايزة أقول أو عايزة أخد من كلام المستشار أحمد فهمي أن الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، صحيح، في وقت خليني أقول في غاية الدقة في العالم كله وليس في مصر فقط. شايفين اللي بيحصل حوالينا، شايفين اللي بيحصل حوالينا في العالم، شايفين مش عارفة إذا كنت بقولها صح ولا غلط، صلحني، التجاذبات السياسية اللي بتحصل. وفي هذه الفترة لما بنلاقي أنه السيد الرئيس يذهب إلى دولة الإمارات ويلتقي بالشيخ محمد، أكيد هذه الزيارة فيها أجندة خاصة جدا. هو بالتأكيد طبعا زي ما ذكر المستشار أحمد، ربما في جزء منها طبيعة العلاقات المصرية الإماراتية. العلاقة بين القاهرة وأبو ظبي هي علاقة جيدة متنامية فيها تعزيز لأسس العلاقة، لكن بتحتاج من وقت لآخر إلى مراجعات في بعض الملفات الثنائية والتفاهمات بالنسبة للإقليم خصوصا الثورات السريعة. سيادة الرئيس ربما كانت الزيارة لأمرين، الأمر الأول هو جزء منه مرتبط به استعدادات دولة الإمارات العربية لنسخة المؤتمر المناخ، وبالتالي في حرص مصري على التواصل مع الأشقاء في الإمارات لنقل الخبرة والتجربة المصرية في هذا الإطار. احنا طبعا عملنا نسخة في الشرم، نسخة عالمية بمعنى الكلمة، بالتالي في حرص حضرتك استاذة رشا ان احنا نتواصل مع الاشقاء في الامارات لاخراج نسخه تليق ايضا بدوله الامارات العربيه وبالاقليم باكمله وبالمنطقه طبعا. فبالتالي في جزء من ده في اطار المتابعه، طبعا في تنسيق مصري اماراتي، لكن هو بيحتاج من ان لاخر الى مراجعه في هذا الاطار. الامر الاخر هو ربما كان، ودي مرتبطه بحدث مهم قوي، الاشقاء في الامارات تركوا مجال الفضاء الخارجي، وكان السيد الرئيس كان حريص قوي ان هو يوجه الشكر للدولة، دولة الإمارات العربية، في إطار الخصوصية اللي حضرتك بتتكلمي فيها. لكن طبعا في تطورات أنا أعتقد مهمة أيضا بحثت في اللقاء، جزء منها مرتبط بالأوضاع في الخليج، اليمن تحديدا، لأنه كما تعلم في مفاوضات هتبدأ بين الحوثيين والسعودية، فده ملف مهم جدا. الملفات بقى الإقليمية المرتبطة بالسلام الإقليمي ومرتبطة بالعلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وفي جزء منها أيضا الأوضاع في القطاع وفي الضفة الغربية، البلدين بيتشاركوا في جزء من ده، وأيضا الأوضاع في ليبيا. فبالتالي في حرص مشترك على استمرار قنوات التواصل والتعامل. أنا أعتقد الإقليمي استبق الثنائي، الثنائي بيتمتع بخصوصية معينة وبقى في استقرار في العلاقة وفي حرص على بطبيعة الحال على منظومة العلاقات الثنائية، لكن الإقليم هو اللي بيحتاج من آن لآخر إلى مراجعة في الملفات اللي هي أكثر إلحاحا، سواء المرتبطة بأمن الخليج أو مرتبطة خصوصا بعد التطور الإيراني الأمريكي الأخير. طبعا، وطبعا ارتداداته بتبقى على المنطقة، فبالتالي صحيح. مصر بتسجل بطبيعة الحال كما تعلمي، احنا تملي سيادة الرئيس يقول عبارة مهمة قوي، ان احنا أمننا بيتمدد ويتماس مع أمن الخليج العربي، الأمن القومي المصري، فبالتالي في تواصل، في رسالة طبعا للأطراف الإقليمية والدولية أن مصر حاضرة في الخليج، حاضرة في قلب التفاعلات الإقليمية والدولية. احنا بنتحرك في مساحات كبيرة زي ما حضرتك شفتي في ليبيا بعد الأحداث الأخيرة، أيضا تجاه المنطقة المغربية مع الأشقاء في المغرب، فالحركة المصرية متواصلة من منطقة الشرق والغرب، لا تقتصر فقط على دولة معينة في هذا التطور. طيب، عايزة أسأل برضو في النقطة دي أهمية التنسيق في هذا الوقت، خاصة أنه لو بصينا على الإقليم هنلاقي أنه العلاقات ما بين الدول ليست في أحسن حال، صحيح. يعني حتى مع الكوارث الطبيعية إحنا لا شايفين أن العلاقات برضو مش في أحسن حال. أعتقد دكتور طارق ويعني صلح لي، لما تبقى في دولة زي مصر ودولة زي الإمارات وفي التنسيق المشترك بينهم في ظل دول
ليست برضو في أحسن حال في علاقتها. أنا بتكلم على الإقليم بتاعنا. شوفي حضرتك، حضرتك قلتي في البداية أن في تجاذبات في الإقليم. تجاذبات في الإقليم مرتبطة طبعا بالتفاعلات الدولية. التفاعلات الدولية مرتبطة بالأحداث سواء الطارئة أو الترتيبات اللي بتجرى في الإقليم. لازم يعني نسلم أن هناك ترتيبات أمنية واستراتيجية بالآن حتى قبل انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية واتجاه العالم متعدد الأقطاب، هيبقى ليها ارتدادات على حضرتك في مناطق متعددة في الإقليم وخارج الإقليم. وبالتالي بتبقى الدول الرئيسة في الأقاليم اللي هي زي مصر في الشرق الأوسط أن تبقى هي مسؤولة إجراء الترتيبات في الإقليم، بمعنى أنها هي اللي بترسم، هي اللي بتحدد، بتوجه البوصلة لحضرتك في أي اتجاه تمضي، في أي مسار، في أي اتجاه. دي مسؤولية الدول الكبرى في الأقاليم المختلفة. إحنا في الشرق الأوسط وفي العالم العربي مصر الدولة الرئيسة في هذا الإطار، وبالتالي التنسيق مع الأطراف الفاعلة الأخرى زي السعودية، زي الإمارات، زي الأردن باعتبارها دولة مهمة أيضا، زي الجزائر. فالتحرك المصري بيتحرك في كل هذه المسارات. الهدف الرئيسي هو إيه؟ أن أنت تحجزي حضرتك يعني مكانة في هذه الترتيبات القادمة في الإقليم. النهاردة احنا مش رد فعل استاذ رشا، النهارده في التفاعلات الاقليميه والدوليه دي هيبقى ليها ارتدادات على حضرتك في كل الازمات. وبالتالي لازم من هذا التوقيت ان حضرتك ايه تتحركي، تتفاعلي مع القوى الرئيسيه، ترتبي الاوضاع، تحيي فكره النظام الاقليمي العربي، يبقى ليكي دور، ليكي فاعليه. لانه النهارده حتى في الايام دي يمكن سيادتك شايفه انه في اجتماعات للجمعيه العامه للامم المتحده، وفي ظل بقى التكتلات العالميه الصاعده، فالسؤال ان هل الجمعيه العامه للامم المتحده والامم المتحده ليها مستقبل؟ هل هتعيش؟ لابد ان يبقى في طرح جديد، لان احنا عندنا ازمه دلوقتي مرتبطه بالتحالفات، في تحالفات اقليميه، في تحالفات متعدده الاطراف، في تحديات بتواجه هذه التكتلات والتحالفات. حتى الامم المتحده اكبر تنظيم دولي هتلاقي حضرتك ايضا نقاش حول مستقبلها. فانت هتسمعي من النهارده لغايه 4-5 ايام جايه العديد من رؤساء وزعماء الدول هيتكلموا كيف يروا العالم، هل نحن فعلا في عالم متعدد اقطاب، هل الصراع ده موجود. فاحنا لازم نتحرك، مصر بتتحرك بمسؤوليه كبيره في الاقليم. صحيح، مع ان نسبه الحضور السنه دي في اجتماعات الجمعيه العامه مش كبيره، وده بيشير زي ما قلت لحضرتك انه مستقبل الامم المتحده والتنظيم الدولي يحتاج الى مراجعه. هل ستكون التكتلات الاقليميه والتحالفات اللي هي صعدت خلال العامين الاخرين بديل عن الامم المتحده؟ ده سؤال خطير، وعلى زعماء العالم المجتمعين في الامم المتحده في الجمعيه العامه ان يراجعوا هذا. صحيح. طيب انت